عن اللي رانا حنايا في هذه الامتحانات وولادنا راهم يجتازوا هذه الامتحانات، التوتر عند الاولياء راه رايح يطلع، بصح علاش يطلع؟ علاش؟ باسكو كاين بزاف الاولياء اللي يمكن ما يفصلوش نفوسهم من ابنائهم، يشوفوا بليك هذا الامتحان مهم اكثر ليهم كو لولادهم، باسكو من خلال هذاك الشيء يمكن اولياء هذو ما تحصلوش ولا ما كانش عندهم الفرصه باش يجوزوا هذا الامتحان، يمكن انه من خلال هذا الامتحان راهم رايحين يثبتوا نفسهم اجتماعيا ولا في المحيط تاعهم، فهمتوني؟ يعني راهم يعني عملوا بجد وولادهم تحصلوا على مراتب عليا في الامتحان، نقاط عليا وشهادات، بالتالي راهم رايحين كما قال يشوفوا هذا الشيء شخصيا، هذا يقدر يكون احتمال. ايضا نشوفوا احتمال واحد اخر انه الاولياء يشوفوا بلك يعني التلميذ هذا يلازم لازم لازم كما قال يجيب كما نقولوا حنايا معدل اللي حيساعده باش يخدم في الـ في الـ في الليسي يعني في الثانويه بسهوله، وهذا ايضا او رايح ياثر على الابناء تاعنا ايضا، لانه الاولياء يمكن ما يعرفوش يديروا اداره القلق، ونحن نعرفوا بلك القلق والتوتر كما قال المصدر تاعهم ولا لا سورس تاعهم هو الخوف، وحنا رانا في الامتحانات ما نقدروش نديروا كما قال تدريبات، لكن نعطيو كما قال طرق لهاد الاولياء راهم رايحين بهم يديروا اداره هذا التوتر، باش بالتالي راهم رايحين يخفوا ويخليوا كما قال الجو كما قال طيب ليهم ولابنائهم.